كوكب التقنيه <تصفيق> 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 تقدم سلسله <applause> الحوم <applause> 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 السطر الالكتروني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده والصلاه والسلام على أفضل انبيائه وعلى اله وصحبه اجمعين. اخواني اخواتي المتتبعين لقناه كوكب التقنيه تكنو بلانيت نستانف دروسنا بالحلقه العاشره من سلسله الاسطر الالكترونيه الحلقة الثانية من السطر الثاني اللي هو الباك ميت إذا في الحلقة الماضية وصفنا الجانب الخارجي ديال السطر الآن غادي نشعلوه قلنا أن السطر من قطعتين كيس بعضياتهم حنا دابا لاصق القطعتين سمعوا غادي نشعلوه الان وغادي تلقاوه في شاشه اليوم ولكن قبل ما نشعلوه غادي نقول لكم واحد الحاجه اولا هو الباتري ديالو الا خليناه تامات كيخسر كي ليه الاعدادات بعض الاعدادات كتخسر ليه الاعدادات بحال مثلا التاريخ تاريخ ما تيبقاش وبعض الإعدادات الاخرى ما ما تتحضرنيش دابا المهم اللي مهم هو التاريخ والساعه كيخسروا ليه يرجعوا لواحد مارس 2007 تاريخ الصنع نتاعو واحد مارس 2007 ف إذا إلا بينا ما يتغير لنا شهاد التاريخ خاصنا ما مي... ما ي... وكيتسدو طبعا التطبيقات كاملة اللي كانت محلولة كيتسدو لأن إلا كنا علينا وطبينا إلا كانت شي تطبيقات محلولة كتبقى محلولة مع ديلا رودي مارينا إلا درنا ليه رودي ماراج وغادي نتعرفو على الطرق تاع رودي ماراج فيه غادي نتعرفو عليها إذا باش ما يمشيش لنا التاريخ والساعة دايما ما خصنا نخليه تيموت مئة في المئة طبعا هو تيوصل خمسطاش في كي المئة كيعطينا واحد الإعلان صوتي وإعلان مكتوب بأن راه خمسطاش في المئة عندنا إذا خصنا نشارجيو خلينا واحد المدة البطارية راه كتاكل راسها طبعا البطارية في الباك ميت داخلية ماشي خارجية يعني ماشي تحيدش بحال البورطابلات داخلية الداخل مسدودة يعني داخل الفيسات كنحلو عليها إذا حنا غادي نشعلوه الآن سمعوا أوت شعل كالترن وقال لي هنا أربعة مارس ألفين وسبعة ثلاثة أربعة وثلاثين حنا ما غنتعرضوش كيفاش غنضبطو التاريخ والوقت هو دابا حلينا على شاشة اليوم سميتها شاشة اليوم التطبيقات بقات مسدودة إذا كنتحركو دائما بلي فليش لتحت و الفوق و ليمن و ليسر أولا كنمشيو ديك لي زيف دوك كاين الاختصارات ديال لي زيف إذا حنا غنتحركوا بالفليش هنايا فهاد الشاشات اللي مش بها يمكن هنا لوضع بيانات المالك من بعد التاريخ ها انتم اسمعوا رابع مارس 2 فاصل صفر صفر سبعة صفر مين هادي دابا هادي دابا راه راه سلمى هي اللي تتهضر فيه وكاين ايلوكونس لنا الناطق اللي فيه سميتو تجاوز للكمبيوتر الكفي اذا غنزلوا ثاني حاجه من بعد التاريخ نازلين بالسهم بيانات المالك يعني انت كتدخل دير سميتك ودير معلوماتك هبط لا توجد رسائل لم يتم قراءتها اذا هنا كاين الرسائل لي ميساج لا توجد مهام المهام آه هو دوك دوك كل كل البيانات ديالك اللي كتخبي لا توجد مواعيد قادمه هادو المواعيد هذوك المواعيد تا هو تسجيل الدخول إلى ويندوز لايف هذا ويندوز لايف داك راكم عارفين ويندوز لايف قديما يعني اللي هو سجلوا فيه في الهوت مايل تحميل البحث مباشر هذا البحث الى بغيت تبحث في وسط الجهاز البطارية 99% البطارية 99% أش عاطينا هنايا 99% 99% ونقصنا خانة وعطونا بي يعني بور سون هذا هو الرمز اللي دايرين ليه هنايا من بعد تلقاو السطر خاوي اذا هنا كنلعبوا بالاختصارات وما غنتعرضش للاختصارات دابا ولكن غنشوفوا آه عندنا كي قلت لكم آه بيركنز كاين الاسهم هنا الوسط وحدا الجنب تاع اليسري كاينه النقطه الاولى والثانيه تبعها والثالثه تبعها الجهه اليسر والسابعه تبعها وعلى جنب اليمن السهم اليمن كاين الرابعة تبعة والخمسة والستة والثامنة غادي لجهة اليمن ياك يعني بحال كنكونو جامعين يدينا وكنفرقوهم باش ما غادي حنا كنبعدو حنا كنزيدو في النقاط هذا هو اللي بغيت نحاول نوصل لكم فوق منهم لي سيف اللي هما بوطونات رقاق بحال بحال بويلات لي سيف اربعه فوق النقاط تاع اليمين اربعه فوق النقاط تاع اليسار نفس الترتيب فوق الاولى كاين اف 1 فوق الثانيه كاين اف 2 وهكذا حنا فين غنمشيو غنمشيو ل اف F... الاف 1 زر اغلاق زر إغلاق هذا اف 1 فين ما كنتي كنتي في شي في شي حاله وكتقرا ولا كنتي مثلا في قائمه كتتصفح فيها كدير اغلاق ب اف 1 اللي فوق النقطه الاولى الجنب تاع اليسر السهم اليسري رانا النقطة الرابعة، النقطة الرابعة هي اف خش خاص كنديرو بها قائمة ابدا، الياتل تنقذ ضمن العناصر الأولى ستار منيو ستار منو إيه. مني ديماري، آه قائمة ابدا، سميتها ها هي حليناها، أول حاجة كنلقاو فيها اليوم اللي كنا فيها، نهبطو أنترنت اكسبلوري ولكن راه أنترنت اكسبلور، الأنترنت أنا ما غندويش عليه، لأنه تقيل جهاز فيه تقيل هو فيه نعمل سيتي فيه مية ميجا في, 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 في الرام فيه ميتين خمسين في الذاكرة نهب أيضا دان... قلنا انترنت ما عليه مساعدة. مساعدة يعني ديك الملف ديال الدليل ديال ديالو مستكشف الملفات ديال مستكشف الملفات يعني بحالك قلنا اورديناتور لا بوست دو بروغرامز يعني راه عرفتوهم لي بروغرام برامج اللي تتثبت ها كاينه برامج اللي على هذا الجهاز الاعدادات, الإعدادات يعني لي منو اليوم صافي اليوم. ورجعنا اليوم هذه اف 4 دابا بغينا نسدو هاد الشاشات اليوم اش كنديرو كنديرو اف 1 مغادره القوائم سمعتو مغادره القوائم اذا هذه اف 1 و اف 4 دابا سمحوا لي في هذا الدرس انا حاولت باش يبان لكم الامور الا حلينا شي في شي ولقينا الجهاز راه وشعلناه عاود مره اخرى كنلقاو في البلاصه فين حطنا يعني في البلاصه بالضبط كنا حاطين فوق البطاريه كيحط لنا فوق البطاريه حتى في اليوم كنا حاطين فوق لا توجد رسائل يبقى لنا فوق لا توجد رسائل فين ما كنا إذا طفينا السطر بالبوطون الفوقاني وبعدين ملي كنطفيو كنديو البوطونه لجيت الزيت فين كاينه بطاقه الذاكره أه لا إذا بغينا نشعلوه كنديوها لجيت فين كاينه بطاقه الذاكره إذا بغينا نطفيو كنديوها لجيت فين ما كايناش بطاقه الذاكره في الحاشيه ياك يعني كيبقى السطر في الحاله اللي خليناه فيها ولكن إذا سالت البطاريه إذا درنا ليه الروديمارش أه... كيمشي على كل كله كيتسدو التطبيقات وكل شيء صافي اذا بينا نعرفو كيفاش غنديرو الرودي ماريو كاين ثلاثه ديال الحوايج ونسميوه كاع لو ريستوراسيون الرودي الاول كيسد لينا غير التطبيقات وكيحيد لينا من داك الفيشي مثلا كنا حالين شي فيتي كيحيدو اش كنديرو كنحطو صبعنا فوق اسباس والنقاط الاولى والثانيه والثالثه والسابعه والرابعه والسته والثامنه خمسه بوحدها هي اللي ما اللي ما اللي ما كت... نحطوش عليها اصبعنا اذا اسباس مع النقط كاملين الا الخمسه ماشي دوك لي زيف لا النقط يلا بسم الله نبداو ها هو غنحط ونحط صبعي الابهام ديال اليسرى نحطو فوق البرايل باش نشوف اش وقع بسم الله صلاه كي حطيت وراك جاو ستات نقاط ستات نقاط دابا السطر راه فيه ستات نقاط ها فيه ستات نقاط باقي السطر ستات نقاط ها هو دابا بي ام ديسبلاي ربعين تلاتة فاصلة سبعين نسخة تلاتة فاصلة سبعين سمعو اش بيوقع واحد البيب بغات تسمعوها ها هي الأولى باقي ها الثانية كنتسناوه باقي كنتسناوه باش يشعل هادي راهي طريقة الروديماراج يعني كيتسدو فيها التطبيقات الى تبلوكا ليا انت كندير على تبلوكا مثلا ولا تقال ما بقيتش بيخدم ليا كنديرها ها هو برنامج جوز جاهز اوه برنامج جوز جاهز قالتها لا لا خمسة فين جانا فوق اليوم بالضبط اليوم رابع مارس اثنان فاصلة صفر صفر سبعة صفر ثلاثة أربعة واحد مين مفتاح الوصول الأيسر هو التقويم مفتاح الوصول الأيمن هو جهات الاتصال جهات الاتصال و أو أو تقويم احنا هو هذا مفتاح الوصول هو F1 و F2 الأيسر هو F1 و F2 و, 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 و الأيمن هو F4 و F5 لو مثلا احنا فوق اليوم و فعلنا 4 و F5 سيعطينا شهادة الاتصال و لو فعلنا 1 و F2 سيعطينا التقويم سيدخلنا التقويم طيب هذه هي طريقة الرد نفس طريقة الروديماراج ولكن عندها طريقة أخرى وهو ذاك البوطون مثلا لوحة المفاتيح ما خدامة هاد الكلافي ما خدامة عندها ذاك البوتون ديال الشعيل كنديوه بحال بغينا نشعلوه ونبقاو موركين لمدة عشرة ديال الثواني هانتوما سمعوا معايا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية سعود عشرة وتنحيد يديا منه شو واش يوقع تنقعد واحد شوية واحد شوية واحد شوية ها هو ردي جاب لي ستة نقاط بسرعة سمعتو كي قال جاب لي ستة نقاط بسرعة ويقول لي بي ام ديسبلاي أربعين يعني كاركتير ثلاثة فاصلة سبعين ثلاثة بالنازل يعني الثانية والخامسة ونقطة اللي هي فاصلة الرابعة والستة هذه في الأولى سمعتوها وسبعين طبعا سبعة وهذه في الثانية وصفر صافي هذه طريقة الروتي مراج هذه وخا ديروها ما توقع فيها تشي إشكال هذه اش كدير كتحيد الخلل بحل بحل غودي ما البيسي كتحيد الخلل وكتخوي الرام وكتسد التطبيقات و تخرج من لي فيشي ومثلا بعد المرات داك الويندوز ميديا بلاير كيبقى تيشعل ما تيبغيش يطفى صافي كتولي كترو ديماري الطريقة كيطفى المهم شي بلوكاج تتحيدو هذه الطريقة الأولى خمسة. الطريقة الثانية الطريقة <صفح> <صفح> الثانية طبعا <سؤال> راه هذا ممكن يسكت ذاك النهار وصفنا تحت الجهاز من جهة اليسر كاين واحد البارتي دايرة بحال الشكل ديال لي هي راه ماشي لي كتجيب واحد البرا برا ولا قلم ولا عود السنان المهم شي حاجة رقيقة كتحطها وسط هاد ال هاد البارتي هادي اللي قلت لكم دايرة اش كدير بها هادي كتحطها كتسمع واحد الطق بحال شي غشاء رقيق تبرك واحد البيطينه تماك ملي كتبرك عليها كتبقى بارك عليها وانت مسيتي السطر الالكتروني ديالك حتى كتحس بهم جا البريل وحيدها صافي غا واحد جوج ثانيات ولا ما وحيدها اوكي رودي ماري يعني هادي واخا بيتي دير كاع رودي ماراج الثاني ما صلحلكش الاول أه زعما ديال البوطونات والو الطبلوكال صانبي ما بقاش يخدم السطر عيتي ما تشعل ما تطفي بالبوطون والو صافي تبروكا هذه هي الطريقه كتورك بهذاك الدبوس اللي قلنا وتتورك على ديك ليبرت مبق وصافي كيجي السطر نقاط اوكي تبقى السطر اوكي يشعل هذه كيمشيو فيها الاعدادات اللي قلت اللي قلنا في الاول كيمشيو فيها الاعدادات ديال التاريخ ترجع استعاده ضبط المصنع الا 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 الملفات ما كيمشيوش بحال قلنا غير انيسياليزاسيون ديال الايفون ملي كنقولوا تنقولوا اما مسح البيانات ولا غير اعدادات اعاده تعيين جميع الاعدادات كيعاود لك مثلا الا درتي شي سونيتا درتي شي مون درتي كاع داكشي كيمشي وكيبقاو الملفات ديالك ثابتين هذه تاية ماشي مشكل فيها فين المشكل في والمشكلة الاكبر في المطاج ماشي هو انه البرامج كيمشيو بل حتى النظام العربي كيمشي كيولي لك انجليزي وبصراحه انا كنقول ان هذا الانجليزي في هذا البراين الباك ميت افضل من العربي بزاف علاش لانه هذا العربي تيبلوكي بزاف الانجليزي ما تيبلوكش أه أه واحد الحاجه اذا دخلتي لشي في فيشي وكنتي كتقرا فيه وخرجتي منه وطفيته وخا دير هاد إعادة تعيين الإعدادات ديال 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 الدبوس ما كيمشيش ديك الإشارة المرجعية كي كتحل له كيمشي ليك للبلاصة فين خليتيه هدا هو باش بين النظام الإنجليزي والنظام الإنجليزي خلاص ثابت النظام العربي لا ما تابتش ماشي بحال هاد الأسطر الإلكترونية المتقدمة وخا تفورماتي ما كيمشيش النظام العربي النظام العربي إلا درتي هداك الفورماتاج الكبير اللي غادي نقولو دابا راه غادي يمشي بحال هادو الفورماتاج الكبير ما غاديش نديرو لا هو ولا الفورماتور الثاني لان صراحه ما مشيتش معايا برا ولكن المهم راه معروف الرديماراج الثاني اللي هو قلنا كيمشي فيه الاعدادات ملي كنضغطو على هذاك كيجي كي واحد النقاط تيطلو ديال البراج سته نقاط و تيعاود التشغيل طيب الفورماتور الكبير كنجيب هذاك اللي برا كنورك عليها و مورك وكنجي و للبوطون تاع الشعيل كندير زيت الطفيان يعني. وكنبقى كي تنورك عليه تزيد الطفيان كنحيد يديا ليبرا كنحيدها ولكن ها انتم نعاود كنحط ليبرا كنورك عليها تنحس بهذاك الغشاء تورك هذاك البيطين كنبقى شادو مورك ونجي البوطون تاع الشعيل تنديه لجهة الطفيان كي كنورك عليه كنحيد ليبرا ونبقى مورك على البوطون حتى كنسمع البيب كتقول تيت اللي كنحيد يديا ملي كنحيد يديا كيبقى خدام على نفس ايديه هو كيفورماتي على حساب البيانات شي 10 ديال دقائق تقريبا ولا 12 دقيقه ولا على حساب داكشي اللي عندي في السطر هذا هو طريقة ديال الروديماراجات او الريستوراسيون ثلاثه ديال الطرق نتمنى أن نكون قد وفقت في هاد الامور هادي وهذه هي الحلقه العاشره الثانيه في الباكميت والسلام عليكم ورحمة الله إلى الحلقة القادمة